يلا انزلي. اتركني اتركني يا سافل، اتركني. لا إله إلا الله، مع أساس هالبني جايب لضاها. لك لوين جايبني؟ اتركني، شو بدك مني يا عمرو؟ اتركني. رسي سليم، ما ودعك ربك وما قلى. لا تخافي حبيبتي فريدة، رح لاقيكي. ألم يجدك يتيما فأعوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى؟ ربنا ما رح يتخلى عنك بنوب، ما رح يتركك لحالك. اصبري فريدة، أنا رح لاقيكي. وين رايحة؟ تعي تعي، بص بص، خذ لجوه. الحمد لله الإصابة سطحية. أنت بنت محظوظة كتير بنتي. من وين يا حسرة؟ أمي كيف صارت؟ الحمد لله. هاد ليش لساته واقف؟ والله شكله شاكك فينا، خلينا نستنى هون شوي. باسمة، الله يوفقك، احكي لك شي كلمة. حبيبتي باسمة، أنا برأيي لا تحاول. من وقت ما ضرب سليم ما حكيت شي بنوب، يا دوب قدرنا نجيبها لهون. ما عم تحكي ولا عم تتحرك. واضح أنه كان مخطط ومحضر لكل شي. كمان كان في عرباية واقفة برا، ركضت وراهم بس ما قدرت لحقهم، ما قدرت ما قدرت منهم ياخدوها. أنت مالك زم. معناته أنا إلي يومين عم بحميها من هالواطي؟ يعني الشخص اللي كانت خايفة منه هو سليم؟ طيب العرباية اللي كانت واقفة كان فيها حدا؟ كان معه واحد بس كان في كتير عتمة، ما قدرت شوف وشه. يا بيك، الدرك إجوا يحققوا بالموضوع. نحن خطفناها للبنت، بس شو رح يعملوا مشان العرس؟ هاي بقى مشكلتهم. بس إن شاء الله يكون الموضوع مرق على خير. مو كتير على خير. شو صار قول؟ رح أحكي لك، بس بالأول عطيني المصاري اللي اتفقنا عليهم. جيبي ظرف سيف الدين اللي جوا يا منور. أكيد ما تركتوا شي وراكم يسبب لي مشاكل؟ لا تاكلي هم يا أمورة.
كل شيء صار بالضبط مثل ما اتفقنا سوا، عملنا كل شيء على اصوله. وينهم هلا؟ هلا بالبيت. سليم عم يقول انه رح يضل هنيك كم يوم، وبس يهدى الوضع رح ياخذ البنت ويروح. حياخذ كل المصاري؟ هدول مو إلي يا منور، هدول صدقة رح نعتبرهم زكاة عن أموال سيف الدين وعائلته. الدرك صاروا جوا. خبروك شو اللي صار؟ مرجان عم تقول انه كان في واحد معه بس ما عرفته. عم تلوم حالها المسكينة، عم تقول الحق عليها لانه ما قدرت تلحق العرباية. المعتدي سليم صهر صاحب البيت سيف الدين افندي ادعى انه قادم كي يرى زوجته، فدخل منزلهم ليسترجع زوجته. كما اصيبت ابنة صاحب البيت نجيبة برصاصة بيدها. في أي شكوى تانية يا أفندي؟ إيه في، بخصوص خطيبة ابني فريدة. لا ما في شي، شكراً لكم. في ولا لا؟ قلت لك لا. ليه؟ معقول تخبي عن رجال الدرك إنه سليم خطف فريدة؟ بابا اتركوا الموضوع علي. أنا برأيي كان لازم تقلهم، أنت بتعرف إنه اسطنبول مدينة كبيرة، وين رح تلاقيهم؟ بعرف إنه الموضوع مو سهل، بس ما في حدا وسخ إلا وبيترك أثر وراه، وأنا واثق إنه في ناس ساعدته لهالواطي ورح أوصله عن طريقه. أنا ما عم قلك إنه ما تدور عليهم وتلاقيهم يا ابني، بس لازم الدرك يعرفوا لحتى يشتغلوا شغلهم. وشو رح يساووا وقتها؟ يا رح يحطوا سليم بالحبس، أو بجوز يلاقوا شي طريقة ويزوجوه فريدة. ما رح يقدروا يسووا شي من دون رضانا، المهم هلا نلاقيهم. بلكي جبروهن يتجوزوا. إذا القاضي جوزهن وقتها بتكون فريدة ضاعت من إيدي وأنا قاعد عم بتفرج عليهم بابا. هلا مو وقتها الحكي بنوب يا ابني. وبرأيك إمتى وقته؟ لما تصير سيرتها على كل لسان والناس تروح تألف عنها حكايات، وقتها بنحكي بالموضوع بابا؟ لا، أنا مستحيل أرضى تنحط بهيك موقف. ما رح خلي حدا يعرف. أنا رح أهتم بالموضوع ورح لاقيها لفريدة وبأي طريقة، وقتها رح ورجي لسليم الواطي ورح دفعه الثمن غالي. بتمنى ما تتدخلوا بالموضوع أبي. كامل، يعني أنتوا لما طلعتوا لبرا كانت نجيبة متصابة ما هي؟ إيه كانت متصابة وعلى الأرض. تعالي. طيب باعتبار ما في أي شكوى تانية رح نسكر المحضر. اكتب يا ابني، تم اخذ افادات كل الشهود المتواجدين في المنزل، واتضح ان سليم زوج نجيبه. مرجان قال لي يوسف انه كانوا راكبين بعربايه ولون دواليبه اخضر. طيب والسواق؟ هو كان عتم كتير، انا ما شفت وشو. مرجان اسمعيني، حاولي تتذكري على مهلك كيف كان شكل الزلمه، شيء مميز مثلا. بترجعكي مرجان، حاولي تتذكري، ركزي شوي. ولم تقدم أي شكوى أخرى غير ذلك. تذكرت ظهره كان حاني شوي، ما قدرت أنه شوفه شو منيح لأنه كان عتمة يا كامل. معناته بيكون كبير بالعمر ما هيك؟ هذا احتمال. سكر المحضر يا ابني واكتب تاريخ. يا ريت انكسروا ايدي قبل ما اضربك. اوعى تلمسني، بعد عني. شو رح تعملي؟ قولي لي شو رح تعملي؟ اه بكفي بقى، حاجة قومي فريدة. اسمعيني اسمعيني، قلت لك اسمعيني. يا اما بنطلع من هون متزوجين، يا اما بنطلع ونحن ميتين. انا ما عاد في عندي شيء اخسره. يلا قومي حتى تغسلي وشك. يلا اتركني. قومي اتركني. يلا امشي معي بقى. بقى امشي، بعد ايدك امشي اترك.
قديشك عنيدة. روك! بتخلي الواحد يجن غصب عنه. امشي معي. لوين اخذني؟ يا حقير. غسلي وغيري ثيابك. انا جبت لك ثياب جديدة. حبيبة قلبي انتي امي. حركي ايدك هيك مثلي. حركيها مثلي. يلا امي حاولي. افتحيها وسكريها. يلا امي. امي انا رح روح ادور على فريدة وجبلك اياها. هذا وعد مني. ما رح تروح تفحص أختك نجيبة كمان؟ هي السبب ورا كل هالبلاوي. هو ما أجا لهون مشان نجيبة؟ ما قلتي إنه جاي لهون لياخد نجيبة؟ إيه بس الواضح إنه هو ما كان جاي ياخد نجيبة يا كامل. كان بنيته شي تاني كامل. بصراحة قبل كم يوم سليم تعرض لفريدة ونحن ما قلنا لك، وهي كانت خايفة منه، ولهذا السبب خالتي طلبت من يوسف يصير ياخد فريدة على المدرسة ويرجعها. واللي صار مو ذنبه لنجيبة صدقني. طيب ليش ما خبرتوني؟ خفنا يصير شي مصيبة. لو عرفت ما كان فينا نوقف بوشك. برافو مرجان. برافو أمي. أخذت القرار الصح والله. وسليم مين راح يوقف بوشه هلأ؟ حدا يلي مين راح يوقف بوشه؟ لوين راح نروح؟ راح نروح على مواقف العربايات. بندور على عرباية دواليبة لونهم أخضر وصاحبة أحدى، مثل اللي عم يدور على إبرة بكومة قش. عندك اقتراح تاني؟ الله يسامحك أنا بتفهم إنك ما خبرتي كامل، بس ليش ما خبرتيني؟ أنا بوقتها ما قدرت أخبر حدا، بس أنت معك حق تزعل مني. ما كان المفروض إنه أخبي عليك. سيف الدين، هذا مو الوقت المناسب لهذا الحكي. من الأفضل إنه نروح نخبر الدرك. يلا. معك حق نزار، رح نخبر عن خطف فريدة. أنا خايف كتير على كامل من هذا الموضوع. امشي. يا ريت ما تنسوا تعطوه الدواء بوقته. خالتي، خالتي أنت منيحة؟ مرحبا يا أخي. تعرف شي سائق كبير بالسن بحره محمي؟ لا والله يا ابني. هو صاحب هاي العرباية؟ ما بعرفه يا بيك. متأكد؟ ايه طبعا متأكد. سأل الشباب بيك. امشي يوسف.
غيري ثيابك هلا بتمرضي. اللي جوز خالتي شو عملته؟ شو بدنا نعمل؟ قدمنا بلاغ مشان فريدة واجينا. يا باسمة تصبح على خير يا بنتي. وانت بخير يا رب. خالتي حبيبتي زلمة كبير وفي حنية بظهره. هي ابدا ما لميزة يا ابني، لانه كل اللي بيشتغلوا هالشغلة عندهم حنية بظهرهم. هون ما رح نلاقي شيء، امشي. رضا ليش متأخر لهلا؟ وين كنت؟ كنت بالشغل وهلا اجيت. خير شو في يا صالح؟ طول الليل وأنا صاحي مثلك، ما أجاني نوم. اسمعيني منيح، حل هذا الموضوع بإيدك أنت، يا منحله برواب أو بالمشاكل. حطي ببالك أنه أنت هلأ بديتي حياة جديدة. أنا مستحيل أنه أبدأ حياة جديدة معك. هاد قدرك ولازم ترضخي لألو. أنا ولا مرة خطر على بالي إني أذيك يا فريدة، صدقيني. إيه بس أنا ما استفدت شيء، كلكم صرتوا تعاملوني باحتقار وكأني شخص مانو منيح، وصرتوا تزعجوني كتير، حسستوني وكأني حشرة. وكل هياتكن حاولتوا إنكن تدسوها. معقول أنت بتكرهيني لهي الدرجة؟ لا أجابوا لك واحد يحرسك مني؟ قليلي لشوف ليش جابوه، حتى يحموكي مني؟ شو صار؟ تفوقت عليهم وقدرت أحصل عليكي، لأنه أنا كل شي بدي إياه بيصير. وليكنا هلأ هون؟ هذا هو. متأكد؟ ايه متأكد.
انتو يلي جبرتوني وخليتوني اوصل لهي المواصيل، انتو السبب بهالشي. يلا اشربي الشاي قبل ما يبرد. خلاص اسكتوا. اكيد غيروا مكانهم بعد ما وصلوا للعربشه. مشي رح نروح. يلا قومي معي. انت شوف الباب. تركني ترك. امشي. يلا لساتهم قريبين من هون. حقني لك كان حروم من هونيك. هلا لازم تسحبي القطبة الثامنة من هون. ماشي. ما انتبهت عيدية مرة تانية قدامي نور الهدى. لما نسحب القطبة الثامنة من هون بتصير هاي القطبة. خالتي ضيعت دبوس شعري. يا روحي بكرة منجيب لك واحد تاني. بس هذا الدبوس كان لماما. هلا منقوم ومندور علي فريدة. لا تزعلي يا قلبي انتي. هلا منقول لجده أدهم هو بيلاقي لك الدبوس. كيف يعني؟ ارفعي ايديك لفوق مثلي. لك شو بكي فريدة؟ ارفعي ايديك لفوق. يلا عيدي وراي. جدو ادهم يا جدو ادهم يا صاحب القميص المقلم. خلي فريدة تلاقي دبوس شعره. هو ما بيعرفني يا نجيبة، وانا كمان بحياتي ما شفته، وحتى لو لقاه هو ما رح يقدر يجيبه لعندي. تعالي يا روحي لشوف. تعي 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 يا قلبي يا فريدة. تعي جدو ادهم بيعرفك يا روحي، لانه هو بيعرف كل الاولاد. هلا رح اقرا سوره من القران الكريم. اي واحد بيقرا هي السوره رح يلاقي الغرض اللي مضيعه فورا يا بنتي. شوي تاني ورح تلاقي دبوس شعرك، انا متاكده من هذا الشيء. يلا يا قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. وين رحتي يا فريدة؟ أنا لقيت دبوس أمك مرة تانية. لما كنا صغار كان الدعاء هو وسيلتنا لحتى نحقق أمانينا. رب العالمين أكيد رح يتقبل دعائي وأنا مستعد أدعي العمر كله كرمالك. بخيلك يا رب العالمين، بخيلك تحمي وتحرس فريدة من هالظالم. معلومات مهمة جدا. الكاتب سليم بيك. إذا نظر شخصان لبعضهما مدة 6 دقائق فإن نبضات قلبيهما تتسارع ويسيطر الحب على روحهما وقلبيهما. شو هالحكي السخيف؟ دكتور فهمان وبيفكر بهالسخافة؟ لشو هالحبل هاد؟ أنا بدي أربطك تماماً مثل ما بيربطوا المجانين. أنت المجنون، ربط حالك فريدة. إيه؟ لك ليش فاتح الشباك بهالبرد؟ لا تسكروا إذا بتريد. هلأ بتمرضي وعلاء يا كامل. كامل؟ هلأ العصافير بتضرب بالبلور، فتحوا إذا بتريد. من شان هيك أنا جبت هاد الحبل، هلأ بنثبته برا الشباك. كامل، وبلكي بطلوا يجوا العصافير. معقولة ما يجوا؟ رح يجوا بس ما رح يضربوا بالبلور، رح يصيروا يوقفوا قدامك على الحبل وبتتفرجي عليهم قد ما بدك. شو موافقة؟ وبيمشي الحال؟ طبعا بيمشي الحال فريدة. ما بعرف مين قايل لك هالمعلومة بس هدول العصافير مالهم أبوكي وأمك. بس يا كامل أنا شفتهم بنومي ولما فقت الصبح كان نفس العصفور على الشباك. فريدة وحياتك كل العصافير بيشبهوا بعض، بيكون شي واحد منهم واقف على الشباك وقتها انت ما بتكوني غرقانة بالنوم كتير، بعدين صرتي تحلمي وفقتي وشفتي بس. مو معقول شو انك واحد بلا مشاعر فريدة. مو هيك قصدي، بس الشباك مفتوح بنص الشتاء، ضليت جنبك للصبح لحتى نزلت حرارتك. اي وشو يعني مانك مجبور تعتني فيي؟ عنيدة؟ لا انا ماني عنيدة. روح لعند حبيبتك، يلا روح اركض لشوف، يلا روح وين ما بدك. تعرفي وين بدي يكون؟ مو مهم. ايه بالناقص. غليظ.
ليش انت اللي جايبتيهم؟ ليش ما بعتيهم مع جميل؟ جيت شوفك واطمن عليك. انا منيح، لا تاكلي هم. في شي اخبار من القصر؟ ظاهر انه ما خبروا الدرك انه فريده مخطوفه. شوفي لي على هالابطال، اكيد هي فكره كامل. والله بصراحه ما بعرف، بس اكيد ما رح يقعدوا يتفرجوا. عامل حساب كل شي، كوني مطمنه. بدك مني شي تاني؟ لا ابدا، جميل بيتصرف. وانت لا بقى تجي لهون مره تانيه. طيب حاضر. اوعك حدا يشوفك، ها فهمتي علي؟ ننكشف بعدين. بتحب خبر الخانون بشي؟ شكرا، بس انتبهوا منيح. وهلا روحي من هون بسرعه. يلا. طيب. شو يعني متوقع انه تلاقيه هون؟ لا انا متاكد انه ما انه هون، بس اكيد في ناس عم يساعدوه، لازم نلاقيه هون، وممكن نلاقي طرف الخيط هون. يعني هدول الاولاد بدهم يساعدوه؟ هاد بيت الزلمه اللي كان متبنيه لسليم، كان في دكتور اسمه وصي لقوا اغراضه بهذا البيت، يعني الشغلات الوسخه يلي بيعملها متعلقه بهالمكان هاد. انا ما بتوقع نلاقي شيء. شو عم تطلع وانت وياه؟ يلا روح من وشي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا اخي، انت ضابط شي؟ قولك حيوان، وينو سليم؟ يوسف احكي، سليم وينو؟ مين سليم؟ اللي وينو سليم اخي؟ والله ما بعرفه. قلت لي ما بتعرفه؟ ليه انا رح خليك تتذكر؟ يا اخي والله ما بعرفه، لو بعرف كنت قلت لكم. احكي. يوسف الله يخليك خليني اروح، انا ما بعرفه. شو رايك اتركه؟ اتركه. الله يرضى عليك، الله يوفقك وينولك يلي ببالك. شكرا كتير أخي. أمي كيف صارت هلأ؟ لهلأ ما فتحت تمها بحرف واحد، خايفة تكون خلصت. لو بقدر إنه روح شوفها. بلاها، أبوكي بالبيت. هو كمان عم بلومني، ما هي؟ أعوذ بالله، ما حدا حاطت الحق عليكي يا روحي، أبوكي ما حكي هالشي بنوم. هلأ أهمنا الوحيد إنه فريدة ترجع لنا بالسلامة. وأنا كمان. كيف صرتي؟ بابا دليلة تركينا لوحدنا شوي. حاضر.
كنت بتعرفي انه هالكلب سليم بده يساوي هيك؟ لا والله، لو بعرف كنت عملت المستحيل لحتى امنعه. طيب بتعرفي مين رفقاته مع مين بيروح وبيجي؟ شفتي حدا؟ او بتعرفي حدا من اللي بيشتغلوا معه بيساعدوه؟ على حسب علمي ما كان عنده رفقات غير اخي كامل. بابا، انا وسليم ما كانت علاقتنا مثل اتنين متزوجين. انا ما بعرف مين هن رفقاته ولا حتى لوين بيروح. انا ما بعرف اي شي عنه، ما بيقلي عنه شي منه. طيب إذا تذكرتي أي شيء بتجي لعندي وبتخبريني فورا. ما بدي أخوك يوقع بشي مصيبة. بابا، ناريما، أنا ما بعرف قديش علاقته قوية فيها، بس مرة أجت لعنا على البيت وعرضت على سليم إنه يخطف فريدة. هالحقيرة